الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحية مستمرة والانطلاق يتواصل هنا في ميدان المرموم في هذا الختامي لعام 2022. على بركة الله وتوفيقه يسرني أن أرحب بكل الحاضرين وأسعد الله صباحكم مع هذه الانطلاقات محبي هذه الرياضة وشعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة هنا أمام حضراتكم. مباشرة نسير بهذه الاندفاع مع انطلاقة شوطنا السابع المخصص للجعدان لسن الإذاعة مباشرة هنا مع شاهين لهجن العاصفة. غياث الهلالي يتقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. نقلتنا إلى المركز الثاني، وصول هناك أيضا وتقدم من الظافر لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين يقدم هنا متابعا ومراقبا لانطلاقة الظاهر. بينما المركز الثالث القادم هنا والمنطلق هذا هو أيضا شاهين لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما هناك الوصول من شاهين لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي قدم لنا شواهين وقدم لنا شاهين في الأشواط الماضية وهدى هذا الناموس إلى عشاق هجن الرئاسة. بينما المركز الخامس القادم هنا والمنطلق هذا هو شايش من أيضا إنتاج أم الزبار مبارك بن محمد المري هنا يقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز السادس القادم والمنطلق هناك الزعيم في هذه اللحظات هذا هو الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك المهيري يتابع لنا هذا الانطلاق الجميل وهذا المسار المميز هنا. بينما هنا أرى شاهين القادم في هذا الانطلاق لهجن الرئاسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم الجدير في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هكذا نتيجتنا مشاهدين متابعين الكرام، هكذا نتيجتنا لهذه الشعارات مع المضمرين مع الفطاحلة هناك التابعين والمركزين مع هذه المؤسسات العملاقة هنا أمام هذا الجمهور أمام هذه المحبين المنطلقة هنا في أرضية ميدان المرموم. أعود إلى المقدمة الأولى، أعود إلى صدارة هذا الشوط. ها هو العملاق يتقدم ويقدم لنا شاهين على الصدارة الأولى مع المركز الأول لهجن الرئاسة هنا أيضا بانطلاقة شاهين. المركز الثاني وصول وتقدم من شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي ياتي على مستوى المركز الثاني. بينما المركز الثالث القادم هناك شاهين لهجن الرئاسة لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري اللي احتل المركز الثالث المجازف. بينما المركز الرابع الواصل هناك الظاهر لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين يتابع في عملية التدريب والتضمير. ياهو قدوم ياهو حضور في هذه اللحظات. القادم هناك مشهور لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم في عملية التدريب والتضمير. وصل المجازف يقدم لنا شاهين لهجن الرئاسة هنا باحث عن نقطة أخرى هنا أيضا باحث عن النقطة الخامسة في صباح هذا اليوم والنقطة السادسة هناك أيضا لأيضا هجن الرئاسة. هكذا نتيجتنا ولكن الأسماء المتقدمة في هذه اللحظات لهناك أيضا الهبوب من إنتاج أم الزبار فاران بن محمد المري يتقدم في هذه اللحظات.
شوط ياهو شوط ياهو تحدي ياهي إثارة وسرعة مميزة هنا من هذه المؤسسات العملاقة. هناك أيضا التقينا في سماء المرموم في هذا الختامي. أعود إلى المقدمة الأولى هجن العاصفة. هجن العاصفة لها مشجعين متابعين مراقبين هنا أيضا في هذا المسار الجميل، ولكن بدأت تسلل من شاهين لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ما بين المجازف وغياث والعملاق في أيضا موقع واحد في مسار واحد في تحديات جميلة، ولكن أشوف القادم والواصل في هذه اللحظات الهبوب من انتاج ام الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يقدم في عملية التدريب، بينما شاهين لهجن الرئاسة هناك بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصلكم غياث يقدم لنا شاهين لهجن العاصفة في هذه اللحظات في هذا المسار. الله 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 الله, الله. ياهو تحدي ياهي إثارة هنا في هذا الانطلاق في هذا المسار، ولكن المجازف المجازف يا فطاحلة يا مضمرين المجازف راح. المجازف بدأ يباعد على مقدمة هذا الشوط على مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة لهجن الرئاسة هنا على البداية الأولى. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم ألوهي ياتي على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي يقدم لنا شاهين في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع القادم هناك الهبوب من انتاج ام الزبار فاران بن محمد بن قريع المري ياتي في عملية تدريب والتضمير 1200 يا متابعين يا مضمرين يا فطاحلة 1200 وشرفنا على الكيلومتر الأخير. لمن هذا الشوط لمن هذا الشوط حركوهن حركوهن، ولكن هنا المجازف مع الكيلومتر الأخير يفتتح هذه البوابة يفتتح هذه البوابة بوابة الكيلومتر الأخير في هذه اللحظات. هجن الشحانية قادمة العملاق قادم هجن العاصفة واصلة في هذه اللحظات وفي هذا المسار، ولكن بقيادة من؟ بقيادة المجازف. النقطة الخامسة باحث عنها المجازف. الله يا ابو سعيد الله يا ابو سعيد على المقدمة، ولكن غياث غياث قادم على المركز الثاني لهجن العاصفة لهجن العاصفة. هجن الرئاسة قادمة على المركز الثالث مع المجازف بانطلاقة شاهين شاهين شاهين، والبداية هنا البداية مع شاهين والمركز الثاني مع شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله يا ابو سعيد الله يا ابو سعيد فلله درك فلله درك هنا على تقديم هذه النوعيات لهذه المؤسسة العملاقة هنا مؤسسة هجن الرئاسة هنا مؤسسة هجن الرئاسة تقدم لنا هجنها وتقدم لنا هذا الشعار. مشكور يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون المهيري. النقطة الخامسة له أيضا مع المجازف، والسادسة هنا لشعار هجن الرئاسة تهانينا والناموس. المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة، المركز الرابع شاهين لهجن الرئاسة بقيادة السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما هناك أيضا وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. شاهين لهجن الرئاسة مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام أعود إلى التوقيت الزمني لحظات وصول شاهين لهجن الرئاسة بتوقيت الزمني مقداره ثمان دقائق 58 ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والتهنئة للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون
المهيري المركز الثاني، وصل ايضا وتقدم شاهين لهجن الرياسه بقياده المجازب بتسع دقائق ست اجزاء من الثانيه، بينما المركز الثالث هذا هو ايضا الشعاري هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي مقدم لنا انطلاقه شاهين بتسع دقائق.